اهلا بكم متابعي تحيا مصر في بث جديد وتغطية جديدة للتحدث عن تفاصيل التحقيقات بين المطرب حسن شاكوش والمطرب رضا البحراوي اللي حدثت اليوم داخل نقابة المهن الموسيقية، وهنعرف التفاصيل كاملة من الأستاذ رضا سعودي عضو عامل بنقابة المهن الموسيقية شعبة غناء وعضو جمعية عمومية. اهلا بحضرتك يا أستاذ رضا. اهلا وسهلا بك. ممكن نعرف من حضرتك التفاصيل الكاملة للواقعة، التفاصيل اللي كانت ولا اللي حصل ولا انتهت عليها اللي بدأت بيها هو كان خلاف ما بين الأستاذ رضا البحراوي، وعلى فكرة الأستاذ رضا البحراوي انه ده راجل فنان ومطرب وعلى دماغنا من فوق، وبين حسن شاكوش. فوصل ان حسن شاكوش عن طريق غير مباشر منه لفظ بلفظ مش يهين بقى رضا البحراوي، لا اهان بيه جميع الموسيقيين في مصر. فطبعا ده اثار كل الفنانين وقالوا ان ازاي ان احنا بيستهان بينا بالشكل دوت، فعرضوا الموضوع على النقابه عشان النقابه تجيب لهم حقهم، واحنا في انتظار دلوقتي الشؤون القانونيه نشوف هتعمل ايه وتجيب حقنا احنا ازاي كفنانين. يعني ايه اللي دار في التحقيقات؟ هو اللي دار في التحقيقات ان حصل وقف للاثنين، وقف للاثنين ده يعتبر وقف مؤقت لحين انتهاء التحقيق بقى ما هم يحصل فيه، فهو خد وقف لمده شهر. الاثنين وقف لمده شهر. ايه اتفضل. ويعني الفتره القادمه مش هيقدروا يعملوا اي لا احنا منتظر لا احنا منتظرين باذن الله منتظرين باذن الله ان يحصل جديد في التحقيقات، لان برضه لازلت بقول الموسيقيين غضبانه بالقرار دوت، الموسيقيين مش عايزين كده، الموسيقيين بيقولوا احنا مش حقنا ما يجيش بالشكل دوت ان واحد يشتم الفنان او يشتم موسيقى او يشتم عازف ايقاع طبال، واخد بالك؟ لان الطبالين في منهم دكاتره وفيهم ناس مثقفه وناس متعلمه، فما توصلش ان هو الاهانه بالشكل دوت. طب هل اثناء التحقيق مع حسن شاكوش هو قال انا ما عملتش كده، ولا بالفعل هو اقر ان هو عمل كده وهو غلطان؟ هو التحقيق ده بينهم هما الاثنين مع بعض، احنا بقولك الموسيقيين طالبه الردع مع حسن شاكوش، خلاص ده هما اتنين مع بعض، ده طلع قال بعتذر حقكم عليا انا اسف، لكن هما الموسيقيين عايزين حقهم بس. هل تم تحقيق؟ تم تحقيق بالفعل وفي وقف شهر الاثنين، بس لازلت بقول ان 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 الوقف الشهرين ده مش راضي الموسيقيين، مش راضي الفنانين، للفنانين لحسن شاكوش هو ان هو واخد شهر، هم مش راضيين بكده. يعني المطرب حسن شاكوش هو اللي بدأ الاول بالاهانه بالالفاظ الخارجه. ايوه. طيب هل تم تحديد وقت تاني للتحقيق ولا لسه منتظرين برضو نعرف ايه اللي حصل مع الشؤون القانونيه؟ احنا دلوقتي في انتظار، كل الناس كلهم في انتظار ده ايه اللي هيحصل الجديد غير الشهر بقى. فدي كل التفاصيل يعني نهايه لغايه وقتنا هذا اللي احنا موجودين فيه، لسه اعضاء المجلس منتظرين ياخدوا قرار مجمع مع بعض. بنشكر حضرتك.